نبقى في الجزائر، حيث أطلقت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية فعاليات منتدى الاقتصاد الثقافي المقرر أن يستمر حتى الخامس من شهر أبريل الجاري. وقالت وزارة الثقافة إنها تسعى عبر هذا المنتدى إلى إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في المشاريع الثقافية. مدينة سينمائية هي ما يسعى محمد نادير بوعباس لإنجازها مستقبلا، وهو رجل أعمال ورئيس للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. خلقوا مدينة سينماتوغرافية في الجزائر، والدولة راهي دعمتنا بالأرض يعني باش نكونوا سهلتنا الأمور، يعني الحق تسهل الأمور اللي يحب يستثمر في هذا في هذا في هذه المشاريع. قيمة المشروع 5 مليون دولار. وكان مسرح خاص بوهران غرب الجزائر أول إنجاز يرى النور، ويشرف عليها الكاتب السيناريست مراد سنوسي. دارت فيه واحدة 11 عرض كلها بجمهور يعني غفير، وفي نفس الوقت اللي كان هذا يشتغل كان المسرح العمومي الكبير في وهران يشتغل. المسرح الخاص والمسرح العمومي في ذا الوقت باهمش في وضعية تنافس، لأن احنا النقص تاعنا كبير بزاف، من كثرة النقص كبير يلقنا 10 مسارح أخرى ربما في مدينة كما وهران عاد باش ندخلوا للتنافس. إشراك القطاع الخاص في المشاريع الثقافية توجه جديد لوزارة الثقافة الجزائرية قصد تثمين موارد القطاع اقتصاديا. جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد الثقافي بالعاصمة الجزائر. المفروض بعد المنتدى نخرجوا على الأقل بواحد على الأقل 3 مدن سينمائية اللي راه مشاريع تقريبا واجدة. أيضا في مشاريع أخرى هي تحويل القاعات اللي لم يتم استغلالها خلال سنوات من خلال يعني الفضاءات اللي ملك للدولة، وتقديمها من خلال دفتر شروط اللي راه واجد وجدت وزارة الثقافة لبعض الفنانين اللي عندهم رغبة في الاستثمار وفي دخول المقاولاتية الثقافية. وشهد اللقاء حضور العديد من الناشطين من رجال أعمال وهيئات ثقافية في مسعى لتغيير نمط تسيير قطاع الثقافة مستقبلا. لا بد من ولوج القطاع الخاص لهكذا استثمار، لا بد من ولوج سواء في الصناعة السينماتوغرافية، سواء في المسارح الخاصة، سواء في قاعات أو دور السينما، سواء أيضا في النشاطات المرفقة. يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كان قد أشرف على افتتاح المنتدى تحت شعار الثقافة استثمار اقتصادي ومجتمعي. الثقافة مصدر ثروة اقتصادية، هدف يسعى إلى تحقيقه مستقبلا كل الناشطين في الصناعة الثقافية إلى جانب مستثمرين ورجال أعمال، قصد المضي نحو صناعة ثقافية مبدعة لها عائدات مالية على القطاع. محمد جراد، الحرة، الجزائر.